الوطني الأولمبي أعتقد أنه هو يستحق التأهل عن جدارة. يستحق، لأن احنا يمكن في الأول وقلناها كلمتين إن المباراة خططية أو تكتيكية أكتر من إنها تكون مباراة عادية، وفعلا استمرت إنها تكون خططية طوال الوقت حتى الدقيقة 59. فك شفرة الخطط بين الفرقتين حكم المباراة بضربة الجزاء اللي سجل منها رمضان صبحي أولى الأهداف، وبالتالي فتحت المباراة وتغير شكلها بالنسبة للمنتخب المصري وبالنسبة لمنتخب جنوب أفريقيا. لكن كانت الساعة بالظبط، قعدت ساعة بالظبط لغاية الدقيقة 59 نقول المباراة تكتيكية، يعني خططية. ازاي؟ ان كل مدرب عارف ومتحفز وملتزم، باستثناء فرصة لجنوب أفريقيا كان جات لهم في الشوط الأول، احنا ما شفناش حاجة تانية، لكن التزام خططي من الاتنين مدربين بيطبقوا اللعيبة في الملعب. فك الشفرة دي الحكم لما جت ضربة الجزاء الصحيحة لمنتخب مصر، سجل منها الهدف الأول، فخلاص أصبحت الحسابات متغيرة لمنتخب مصر أو لمنتخب جنوب أفريقيا. جنوب أفريقيا عايز يعوض، بس يعوض برضه بهدوء باتزان، يعني ما فتحش خطوطه مرة واحدة، إلى أن سجلنا الهدف الثاني ثم الثالث، لأن هي دي سمة المباريات، ودي ميزة لما يكون عندك جمهور كبير زي ده بيدفعك، ما بيخوفكش ان انت ترجع جبت الجول وتقف قدام جولك وتدافع وكده، هي دي ميزة الجمهور. فالجمهور النهارده مبروك له، مبروك للجهاز الفني، مبروك للاعبين، مبروك لكل من ينتمي لأسر كرة القدم، مبروك لقناة الأهلي اللي قدرت تنقل لجمهورها وللناس في النادي الأهلي وحبايب النادي الأهلي ومشجعي النادي الأهلي صورة حقيقية لما يدور بدون تحيز لكرة القدم اللي في بطولة إفريقيا، حتى النهائي إن شاء الله هتلعب يوم الجمعة إن شاء الله. لكن إحنا ما يهمناش، المهم وصلت إلى طوكيو. أول ما آخر مرة وصلناها كانت في 2012.